فالفكرة كلها بس عشان من إيه؟ ما نشخصنش موضوع ونعتبر إن ده يعني قضية، لا. إحنا بنعمل دولة وبنحل مسائل، وبالتالي لكن في النهاية تتظلم ما يتراها ظروفها، لا هتتظلم ولا ما يتراها ظروفها. 3 سنوات عجاف زي ما بيقولوا، 2 وباء والحرب الأوكرانية، إزاي حصل وقدرت الدولة المصرية شغل خطة التنمية هذه المعدلات؟ لأن دي تشكل حاجة محتاجة تفسير. العالم بيقف، كتير جدا المشاريع بتقف، لكن إحنا ماشيين بنكمل كده. شوف انا هقول لك على حاجه، الازمه اللي موجوده فيها سواء كانت كورونا او الازمه الاخرى هي ازمه طاحنه للكل، واحنا من ضمن الكل، احنا ضمن الكل. الدوله بتحاول بقدر الامكان انها السلع الاساسيه تبقى اولا متوفره وسعرها ما يتحركش كتير. انا عايز اقول لكم على حاجه، الدوله المصريه بتبذل جهد كبير جدا جدا في التشغيل عشان كل مواطن شغال في المشروعات دي يلاقي فلوس اخر الشهر او اخر اليوم يرجع بيها بيته. انا عندي 20 مليون بني ادم شغالين في القطاع الخاص، او 30 مليون ولا كام؟ القطاع الخاص يعني انا النهارده لو جيت النهارده عملت انكماش شديد في الدوله المصريه وقلت ان انا حد سلعه تموينيه زياده شويه مثلا، ده قد يكون ده تصور ممكن يتعمل، ده تصور مؤقت ما يبنيش دوله. ده لازم يبقى لك نسق فكري كامل عن الدولة المصرية وظروفها ومستقبلها.